لاعب منتخب الكويت للمبارزة علي أحمد علي النكاس. كانت بدايته في أغسطس 2019، شارك في العديد من البطولات المحلية، ومن أهمها كانت بطولة الكويت تحت 20 سنة وبطولة الكويت تحت 17 سنة، وأيضاً بطولة آسيا تحت سن 23 سنة. كما شارك أيضاً في بطولات خارجية، ومن أهمها كانت بطولة كوبا تيموندو التي أقيمت في المنامة في مملكة البحرين، وشارك أيضاً في بطولة العالم للأشبال والناشئين وبطولة العالم للمبارزة في إيطاليا. حقق بطلنا علي النكاس العديد من الإنجازات المهمة سواء محلية أو خارجية. تبقى الكويت فخورة بما قدمه من الإنجازات الرياضية. أنا علي أحمد النكاس، ألعب سلاح لبيب منتخب الكويت بالمبارزة. قصتي مع الرياضة، أبوي كان يبيني ألعب رياضة، دورنا وايد رياضات، بس سأل عن المبارزة، كان يعرف ناس يلعبونها وشاف إنها مناسبة لي وقال لي دش جرب. البطولات اللي شاركت فيها، أول شيء بلشت ألعب بطولات محلياً 2021، وما كنت يعني أحقق ميداليات ولا كان عندي إنجازات وايد، بس بعدين شافوني المنتخب واختاروني مع الفريق وخذينا ميداليات، وبديت أنجز وخذينا ميدالية ذهبية ببطولات العاب العربية اللي كانت بالجزائر 2023. من أحلى الإنجازات اللي أنجزتها الميدالية الذهبية بطولة الألعاب العربية بالجزائر، كانت فئة الفرق ومع الفريق الأول، وما أنسى. شعوري بعد أي إنجاز أحققه يكون طبعاً أكون فخور، فرحان، مستانس، و شاكر لكل الفريق والمدربين اللي ساعدنا. أبرز المواقف اللي صارت يعني من المبارزة، لما وصلت وحققت المركز الثامن على آسيا، بطولة آسيا تحت 17 اللي كانت في البحرين. دعمي بالرياضة طبعاً أبوي وأهلي والمدرب والاتحاد ورئيس الاتحاد وكله. من الأسباب اللي خلتني أختار المبارزة أن أحب الحركة السريعة، وشفت أن المبارزة كلها حركة سريعة ويبي لها تفكير وذكاء. اللاعبين اللي أشوف أنهم منافسين لي اللي هم من الفريق الأول، عبد العزيز الشطي وعبد الرحمن يعقوب. المبارزة طبعاً تحتاج إن الواحد يكون وايد شاد على نفسه وملتزم بنظام غذائي، ويكون ملتزم بنومه وأكله، أهم شيء الأكل، يأكل عدل. من ناحية الإصابات الحمد لله أنا للحين ما حاشتني إصابة قوية، بس دائماً أشوف اللي اللاعبين المبارزة تحوشهم إصابات بريولهم أو إيدهم أو كتفهم، فأحاول كثر ما أقدر أتجنب الإصابة. المبارزة بالسيف رياضة عريقة ذات تقاليد نبيلة، ويستطيع الإنسان ممارستها في مختلف الأعمار، لكن أفضل سن لبدء تعلم اللعبة بهدف الوصول إلى المستويات العليا من 9 إلى 12 عاماً. ودائماً ما نجد ممارسي هذه الرياضة يتمتعون بالعديد من الصفات البدنية والذهنية والشخصية، ومن أهمها الجلد، سرعة رد الفعل،
التوافق العضلي العصبي والمرونة والذكاء وقوة الملاحظة وسرعة البديهة وهدوء الأعصاب والصبر والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى الدقة والتركيز والمثابرة والتصميم وقوة العزيمة والقدرة على تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب. أكثر الصعوبات اللي تواجهنا برياضة المبارزة هو طبعاً التوتر. وايد تصير في مواقف أني أتوتر وما أقدر ألعب عدل، أو مثلاً يكون في ضغط علي بس هذا بالنسبة لي من أكثر الأشياء اللي صعبة بالمبارزة. أنا علاقتي مع المدربين كلها زينة الحمد لله، ومن أقرب المدربين لي المدرب الإيطالي اللي كان يدرب المنتخب سابقاً كابتن دييغو، وفي بعد كابتن جمال يدرب نادي يرموك النادي اللي فيه. أقرب اللاعبين لي اللي هم من الفريق الأول عبد العزيز الشطي أو عبد الرحمن ياقوت، وفي بعد من اللي نفس فئة عمري غازي زامل أو عبد العزيز العوضي. من ناحية المعسكرات أو التدريبات اللي تكون قبل البطولات، منتخب يودينا مثلاً دولة وايد قوية بالمبارزة، ونقعد هناك من أسبوعين إلى شهر نتمرن ونجهز حق البطولة اللي جاية. أبرز القوانين اللي كل لاعب مبارزة لازم يلتزم فيها هي اللبس يكون كامل معتمد فيها من اللجنة، هي من نفسها اللجنة الدولية مالت المبارزة. لعبة المبارزة بالنسبة لي ما أشوفها وايد خطرة، هو صدق إنه يكون فيها سيف والناس يشوفون إنها خطرة، بس لا، يكون لابسين حماية تحت اللبس وهو اللبس من نفسه يكون ثقيل. أنا بالنسبة لي التنسيق بين الرياضة والدراسة شوي صعبة، لأن الحين أنا بمرحلة 11، بس أشوف إن الكل عادي مرتاح، المنتخب قاعد يساعدنا بالدراسة والمدرسة شوي تخفف علينا. أكثر لاعب أتابعه بالكويت وأشوفه بالنسبة لي قدوة عبد العزيز الشطر. من طموحاتي طبعا اوصل للاولمبيات نفس يوسف شملان، او مثلا ميداليات بطولات عالم. اكثر شيء لاعب مبارزه يحتاج عشان يقدر يطور من نفسه هو الالتزام والتمرين، اكثر شيء يعني اهم شيء التمرين، وانه ما يستسلم. نصيحة أوجهها لكل الشباب إنه يلقون رياضة يحبونها ويعني يستمرون فيها، لأن يكون شعور حلو لما تنجز شيء برياضة أنت تحبها. البطولة اللي أحلم إني أوصل لها هي الأولمبيات، وإن شاء الله في أولمبيات قادمة يمكن أتأهلها. بالختام أحب أشكر الاتحاد الكويتي للمبارزة ومدربيني وأهلي كلهم اللي ساعدوني في هذه الرحلة.